حاجة هي او سيارة او حاجة ما تنفعش ان احنا المكان ده وهو يتضايق وممكن يرجعها البيت وما يخرجوش على فعلا صح، فكرة. بيبقى يوم نكد. فعلا حاجة كمان المفروض بره، ان يعني من الاتيكيت قوي ان الزوج يقدر زوجته ويحترمها، يعني مثلا يفتح لها باب السيارة، ده حاجات على الكرسي وهي جاية تقعد في بالظبط الريستوران. بالظبط. طبعا دي حاجات مهمة جدا على فكرة، ودي المرأة على فكرة، المرأة هنا بتحس بالحاجات دي، مش ان هي بتاخدها خلاص، لا ده بتحطها في اعتبارها ان قد ايه جوزها بيقدرها، وكمان بيلفت نظر الناس اللي موجودين ان دي زوجتي، يعني انا بتوجهها في نفس معاملة الوقت خاصة كمان ليها. بالظبط. وهكذا كمان الزوج لو في موقف حصل بره مش لطيف، يا ريت العتاب يكون في البيت، ما يكونش في نفس الوقت، او ما يكونش في سواء كان في يعني ما مطعم بقى تتخانقوش بره قدام طب الناس مرنا خالص. مثلا لو انا وفي مشكلة مثلا سي مثلا مع خطيبتي مثلا، ما بستحملش والله، ما وشي يبان عليا والله، يعني ده وشي عشان انت يعني النكد عندك اسلوب حياة. اهو شو لا قلت لك انا المشاكل قلت لك صدقتيش. هي راجعه للشخصيه نفسها. في حد ممكن يكون اوريدي نيرفز او عصبي وما يتحملش، وتلاقيه ان هو بيحاسب في نفس الوقت، بس ده بيبقى مش من الاتيكيت ان انا احرج زوجتي. عشان انا وهند قاعدين روح للبرنامج، وانا عايشه فاف عاملين حاله حلوه حلو للبرنامج، عشان كده جمهورنا بيكبر بيكبر بيكبر، والبرنامج بيحلو ويحلو يحلو. اهلا بيكم في حلقه جديده. موضوع حلقتنا النهارده، الاول برحب بحبيبه قلبي هند رضا. السد بس اصله يعني ايوه مش هند. اهو موضوع حلقتنا يخص الست اكتر. ايه هو موضوع الحلقه الجميله هند رضا؟ بصوا بقى هقول لكم الموضوع إيه بسيط. اصل هو ممكن يكون عايز يتقمص شخصيتي، فانا مش همانع على فكره، بس لو تعرف تتكلم زيي اوكي، تعرف تتكلم انت جميله زيي بافكاري. لا لا طبعا انت جميله واعلاميه حلوه. مستحيل اكون ست، لازم لو راجل ممكن اجيبه، لكن ست عمري طبعا مهما عملت بس ومهما كان الفكرة اسمها ممكن. فين برضو اصلي الافكار متشبثه فيكي برضو وانتي بتمثليها، فانا لو قلتها هقول برضو يعني دي الست بياخد افكار احنا افكار الست. بنشاركها. الافكار ان احنا بنشاركها ما عنديش مشكله، لكن انا بتكلم على رايك ان انا اتشبثه واقوله. مش موضوعنا على فكره، مش ان موضوعنا الجواز وانتي صغننه احسن ولا وانت كبيره احسن. في الكافيه ولا حاجه، ولا احنا قاعدين مع شباب مع بعضينا وفي حد فينا اتجوز وسنه صغير، انا دايما اقول له هل انت مع الراي ان انت الواحد يتجوز دلوقتي في سنك ويتجوز بدري، ولا لسه مثلا على سن 35 37 ان هو ممكن يقدر يتجوز؟ بالعكس بيشكر لي.